نروح لموسيقى الراب، وطبعا الراب من المزيكا اللي بقى فيه اهتمام كبير بيها من الشباب في الفتره الاخيره، وفي اصوات كتير كمان لمعت زي مروان بابلو ومروان موسى وويجز الكتير من جمهوره منتظر حفلته في نهايه مهرجان العالمين. المهرجان كمان اهتم بكل المواهب الشابه وكل الفرق الجديده في الراب، وكل اسبوع بقى فيه حفله بيقدمها مجموعه اصوات مميزه جدا. الايام اللي جايه هتسمعوا ندى نادر. ندى واحده من مطربات الراب، وطبعا يمكن دي حاجه مختلفه اننا نشوف في بنت بتقدم النوع ده من المزيكا وبتقتحم المجال ده. ندى بتكتب كلمات اغنياتها وكمان بتغنيها على المسرح وبتخرج الكليبات الخاصه بيها. كمان ندى كان ليها تجربه في عالم التمثيل، يمكن توليفه هايله هنتعرف عليها اكتر من خلال اتصالنا بندى نادر. ندى برحب بيكي. اهلا يا استاذه ليا، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا ندى، وكلمينا عن مشاركتك في مهرجان العالمين الجديدة، إزاي هتشاركي في المهرجان؟ مساء النور، أنا مبسوطة جداً أن أنا معاكي في المداخلة دي، وبرضو مبسوطة جداً أن أنا هكون بشارك في مهرجان العالمين. متحمسة جداً، طبعاً تجربة أن أنا أبرفورم على المسرح دي حاجة أي أرتست بيبقى متحمس أن هو يعملها، وزي ما أنتي قلتي أنا برضو بمثل، فوقفت على المسرح كتير كممثلة، فان انا برضو اقف وابدا بيرفورم كمان اغاني دي حاجه بالنسبه لي متحمسه جدا. ندى، عايزه اعرف بدايتك مع الراب كانت ازاي؟ يعني ازاي بداتي في المجال ده، خاصه احنا بنقول انك بتكتبي الاغاني وبتغنيها وكمان بتخرجي الفيديو كليبس. بدات فيها من سنه تقريبا، انا بحب الراب وبحب الهيب هوب جدا، فبدات من سنه ان انا ابدا استكشف كده ازاي ممكن ابدا اكون بنزل المزيكا بتاعتي بشكل بروفيشنال، وبدات اتواصل مع ديستريبيوتر او مع الموزعين بتوع الاغاني، وبدات ان انا اكتب اغاني وكلمت اعرف ان هم عندهم استديوهات، وبدات ان انا اروح اسجل وانزل المزيكا بتاعتي. وبصراحه من ساعه ما بدات وانا حابه جدا الموضوع، ومن ساعتها وانا شغاله، والمفروض ان انا قريب جدا عندي برضو البوم هينزل. ده بيبقى مين البوم اللي هو بيبقى عباره عن 5 اغاني، اول اغنيه منهم هتنزل يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، دي برضو انا اللي كاتباها، وهتنزل معاها ميوزك فيديو، ده هيكون برضو من اخراجي زي ما انت قلتي. ندى، ايه نوع الموضوعات اللي بتهتمي بيها؟ يعني احنا عارفين الرابرز المشهورين يعني كل واحد بيبقى ليه خط معين او نوع معين من الاغاني والكلمات اللي بيكتبها، هل بتهتمي موضوعات معينه ولا حسب الفكره اللي بتجيلك وبتكتبيها في وقتها؟ حسب انا الفتره دي بعدي بايه او حسب ايه او ايه اللي بيحصل معايا. طبعا من اكتر الموضوعات اللي انا حابه بشكل عام ان انا اكون بتكلم فيها اكتر هي فكره عامه البنات في مجال الراب او في المكان، اي حاجه ليها علاقه بالفنون عامه، شكل التشالنجز او التحديات اللي بتقابل البنات دي حاجه حابه ان انا اكون بشتغل عليها اكتر برضه الفتره الجايه. من خلال مشاركتك في مهرجان العالمين، ايه اللي مجهزاه للجمهور؟ مجهزه في التايمنج اللي انا هكون بطلع فيه ان شاء الله، هغني 3 أو 4 أغاني اوريدي نازلين قبل كده، وهغني حاجات ان ريليس من الالبوم الجديد، هغني تقريبا 2 أو 3 لسه هيكونوا في الالبوم الجديد، هعملهم كده يعني زي تيزر. هل كان ليكي تجربه في انك تتعاملي مع الجمهور جمهور مسرح، ولا بس بتكتبي اغانيكي ويمكن بتصوري فيديو كليبس خاصه بيها بس؟ اتعاملت مع المسرح زي ما قلت لك من شويه بس، وانا ممثله، انا عرضت عروض مسرح كتير كممثله وككوريوجرافر او كمخرجه مسرح، عملت ده اوريدي كذا مره، بس من خلال مهرجان العالمين دي هتكون اول مره هكون بفرفورم كمغنيه، عشان كده انا متحمسه جدا. اكيد فكره التمثيل مختلفه شويه عن فكره انك تواجهي جمهور وازاي يكون متحمس معاكي وبيغني معاكي كمان الاغاني، يعني هتجهزي ازاي للموضوع ده؟ اكيد مختلفة جدا، بس طبعا طول ما انا بكون محضرة، وفكرة اللي هو البريزنس او الحضور على المسرح كده كده مش بيفرق انت بتبرفورمي ايه بالظبط، لو انا متعودة على المسرح او عندي الاكسبيرينس او الخبرة فيه قبل كده كممثلة، اقدر برضو اعتقد ان انا اطبق ده في الغنى او اخلي جمهوري يبقى متفاعل معايا. ندى، بالنسبة للمشاركة في مهرجان العالمين، كنت عايزة أعرف منك كمان يعني هل شايفة أنه وجودك في المجال ده كان شيء غريب شوية، وأن هم يقرروا أن أنت تشاركي في المهرجان، تعاملتي معاه إزاي؟
والله هو مش شيء غريب، ومش انا البنت الوحيده اللي في المكان، برضو في بنات كتير شاطرين جدا بيكتبوا الاغاني بتاعتهم وبرضو بيغنوا، فانا واحده من بنات كتير، وانا مش شايفه ان هي حاجه غريبه، بالعكس انا شايفه ان دي حاجه محتاجه سبورت اكتر او محتاجه دعم اكتر. فعشان كده انا بجد بشكر مهرجان العالمين وبشكر المتحده جدا على السبورت اللي هم بيدوه للارتست الجداد، مش بس للبيج نيمز او البيج ستارز زي مثلا تامر حسني وكل الستارز اللي كانوا موجودين الفتره اللي فاتت. حابه جدا اشكرهم على قد ايه هم بيدوا سبورت برضو لباند مثلا اندر جراوند، لارت جداد، لان هم برضو يوجهوا الاتنشن لانواع مختلفه من المزيكا زي الهيب هوب والراب وكده. دي حاجه بصراحه كويسه جدا ومبادره لذيذه جدا منهم. انا بشكرك شكرا جزيلا ندى نادر، المغنيه والكاتبه لاغاني الراب، بتمنى لك التوفيق ويكون عرض مميز من خلال مهرجان العالمين.